السلام عليكم، مرحبا بكم في شيوات ام وليد. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم لاموس وشوكولا، وصفه خفيفه ما فيهاش البيض. يعني كاين بزاف اللي ما يحبوش ياكلوا البيض، واللي يحب لا حبيتو يعني الوصفه، يعني هي الوصفه الاصليه تاع لاموس وشوكولا بالبيض. الا حبيتو وكاس تاع الحليب يكون بارد. اول حاجه نبدا بها هي انني ندير حمام مائي، رانا نشوفو وندوب يعني الكسرونه او ما سخون تحتها، وندير الشوكولاتة تاعي الدوب. نديرها الدوب مليح ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. يعني حندوب الشوكولاتة تاعي، تبقاو تخلطوا وهي فوق النار، النار تكون قليله. ولا حبيتو يعني دوبوها في الميكرووند كما حبيتو، ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا الان كما راكم تشوفون دوبت الشوكولا تاعي، شوفوا كيفاش ولات. نخلوها بجه ونطلع لا كريم شانتيي تاعي، اللي هي كاس تاع بودره الشانتيي اي حوالي 100 غرام، ونفس العبر نديرو الحليب، يعني نفس كميه لا بوطا شانتيي ديروها حليب، والحليب يكون بارد طبيعه الحال، لازم يكون بارد باش تطلع لنا. نستعمل امباتور لازم اللي نطلع بيها. اذا هنايا طلعت لاكريم شانتيي تاعي، نبداو نخدمو فيها. اذا نبدا نزيد الشوكولا غير بالعقل وانا نخلط، نبداو بشويه فقط ونخلطو هذيك الشوكولا مع لا كريم شانتيي اللي طلعناها حتى نكمل كامل الكميه. نخلطو غير بالعقل، طريقه سهله يعني ما فيهاش المقادير. خاصة اللي يحبوا الشوكولا راح تعجبهم بزاف الوصفة. اذا انا حنكمل ندخل كامل الشوكولا تاعي في لا كريم شانتيي. اذا ها هي لا كريم تاعي كيفاش ولات كي خلطتها. هنا اللي تحب لا كولور تكون بلو فونسي على هذه دير الشوكولا نوار، انا حبيت الشوكولا تاع الحليب، لكن هنا لكم اختيار واش ديروا. هنا عندي ديكوب، حنا نعمرهم في ليكوب، لكن هنا ديري واش تحبي كيسان اولا كيما حبيتي عمري لاموس الشوكولا تاعك. هنا مازال ما بردتش، كي تبرد راح تزيد تحكم روحها. راح نديرها تزيين بسيط فقط. نبدا نعمرها في الكيسان ونديرها تبرد مليح باش نقدموها. اذا انا حنخليها تبرد، من بعد نعاود نرجع لكم باش نوريها لكم كي تبرد كيفاش تولي. والى اللقاء. اذا ها هي لاموس الشوكولا تاعي بعد ما بردت كما راكم تشوفوا فيها، هاي شدت روحها. انا درت لها تزيين بسيط، درت لها شويه لي بيبي دو شوكولا بلونش، بصح نتوما تزينوها باش حبيتو. حبيتو بان كريم شانتيي دي غوزاس، حبيتو بصوص شوكولا، كيما حبيتو زينوها. حنا المهم عندنا هي لاموس والشوكولا، راح نقسم لكم شويه باش تشوفوها كيفاش جاتنا بعد ما بردت. شوفوا كيفاش تشد، تجي يعني هشيشه وتجي بنينه وتجي خفيفه كما رانا نشوفوا. ها هي ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. وإلا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما عليكم غير ديروا ريجيم لا فيديو، تشاركوا في القناة ليصلكم الجديد. وإلى الملتقى إن شاء الله، وإلى اللقاء.